طبعا لوياك فادوني وايد. اول شيء حاولوا يطورون من موهبتي ووقفون معي واعطوني يعني فرصه، مثل ما نقول فرصه العمر، ان انا التقي بسركان او ان اروح تركيا. هذا كان حلم يعني، ان انا اتعلم في تركيا واخذ البوزيشنات اللي هم يعزفون عليها ويعني والمقامات التركيه اتعلمها. هذا كان حلم بالنسبه لي، والحمد لله يعني لوياك اعطتني هالفرصه، ما قصروا ومن غير اي مقابل. انا اشكر لوياك صراحه على دعمهم واحتضانهم لموهبتي، واشكرهم على اهتمامهم بالشباب واعطائهم فرصه يمكن ما نلقاها بمكان ثاني. نشكرهم وان شاء الله يكون هالدعم مستمر، وانا مع لوياك للنهايه.